باسم الآب والابن والروح القدس لان واحد آمين. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد القديس العظيم الأرشدياكون حبيب جرجس قديس كنيسة مهمشة وشرق السكة الحديد وقديس مصر في الداخل والخارج أيضا. بنهدي تهنئتنا القلبية بمناسبة عيد الأرشدياكون حبيب جرجس إلى حضرة صاحب القداسة سيدنا البابا تودروس الثاني وأيضا شركائه في الخدمة الرسولية آبائنا المطارنة والأساقفة وآبائنا الكهنة والشمامسة والخدام والخادمات وأيضا كل الشعب في الداخل والخارج. بنهديهم تهنئتنا في عيد القديس الأرشدياكون حبيب جرجس المعلم وحافظ الإيمان وباعث النهضة الكنسية والروحية مع بداية القرن العشرين. الحقيقة في موضوع برضو مهم قوي ان احنا نتكلم فيه وهو مرتبط ارتباط وثيق بحياة وعطاء الأرشدياكون حبيب جرجس وهو ايه؟ القوانين الإيمانية أو ممكن نقول عليها الأسس الإيمانية أو ممكن نقول عليها الكاتشيزم اللي الأرشدياكون حبيب جرجس سعى إن هو يحط أسس إيمانية وبنود فرعية للإيمان في وقت ما كانت الكنيسة في أشد الاحتياج لترسيم الإيمان الأرثوذكسي على الشعب القبطي وفي وقت ما كان في أفكار إيمانية غريبة دخلت علينا مع الاستعمار الفرنسي والإنجليزي وفي وقت ما حاول البعض أنه يقتنص الكنيسة ويسرق إيماننا وأيضا يسرق أولادنا. كانت أيام صعبة جدا وزي ما عبر عنها حضرة صاحب القداس سيدنا البابا شنودة ان ولد النور مع ولادة الأرشدياكون حبيب جرجس. طيب هو لما جه يهتم بالإيمان الأرثوذكسي اللي كان يعتبر كاد ان يتبدد من وسط أولادنا اهتم بيه ازاي؟ هو وضع أسس إيمانية احنا بنسميها بلغة الآباء او اللغة الإيمانية بتتسمى الكاتاشيزم، دي كلمة يونانية اللاتين بتاعها كريد وبالعربي تبقى الأسس يعني اللي هي بترسم لنا الإيمان الأرثوذكسي. فإحنا برضو عاوزين نتكلم إن هو وضع أسس الإيمان الأرثوذكسي على أساس كتابي وآبائي لإيمان البابا أثناسيوس الرسولي وكمان البابا كيرلس عمود الدين وأيضا البابا ديسكورس لأن هم وضعوا أهم الركائز الإيمانية في حياتنا الأرثوذكسية. وهو نفسه بيقول أن الهدف من وضع مفردات الإيمان وأسسها هو لحفظ التسليم الآبائي وحفظ الروح الواحدة في التعليم. شيء مهم جداً ان كل الشعب وكل الكنيسة وكل مكوناتها الآبائية وأيضا الفكرية ان يكونوا ماشيين وراء فكر واحد وروح واحدة في التعليم لعدم تبديد الأفكار وتبديد الشعب. مهم كمان عاوزين نعرف ان هو ذكر عنه أنه كان يجلس إلى الكتب في مكتبة البطريركية للمخطوطات علشان يقرأ ويستزيد وكمان وكان يقرأ كثيرا ويثقف نفسه وبالتعاليم التي تعلمها من الكتب يعلم الآخرين. دي الطريقة الصح علشان نسمع منه مفردات الإيمان الصح اللي بحسب الكتاب المقدس وأبائنا الرسل وأبائنا المعتبرين. قداس المابا شنودة الثالث قال عنه أنه كان رائد للتعليم
وكان روح التعليم عنده مقترن بالمعرفة. هو ايه برضو اللي بيشوه ايمانيتنا؟ عدم المعرفة الكاملة. انما المعرفة الكاملة بتدي للانسان معرفة فعلا بنود الايمان وايضا اسس الايمان وقوانينه. الأرشيدياكون حبيب جرجس وضع الكتب الأساسية التي تعد أو التي كتب في ثنايا كلمتها الكاتاشيزم اللي هو الأسس الإيمانية زي ما قلنا. أول كتاب كتاب الأسرار الكنسية وكتاب خلاصة الأصول الإيمانية في معتقدات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأيضا كتاب المبادئ المسيحية، وده كان 4 أجزاء. كل ده مليان تعليم، غير بقى عزاء المؤمنين وروح التضرعات وكتب أخرى كثيرة. بنعرف من خلاله روح التعليم عنده اللي هي للأمانة الشديدة. أنا قريت كتير من الكتب ديت، لكن لقيته متبع تماما روح الكتاب المقدس وتعليمه، وأيضا فكر الآباء القديسين في بنود إيماننا الأرثوذكسي. وعلشان كده نستطيع أن نتلمس الأسس الإيمانية في الكاتاشيزم أو تعاليم القديس العظيم الأرشيدياكون حبيب جرجس، وإحنا لو كنا محتارين إن إحنا نعمل إيه، لكن بسهولة جداً نبص للأرشيدياكون هو عمل إيه علشان يحمل كنيسة ويحزمها بحزام الروح القدس علشان صحة الإيمان والمعتقد عند أبنائنا. فنلاقي على سبيل المثال نمرة 1، هو اتكلم وعرف ما هو الإيمان، فقال الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى، وهو نعمة من الله بها نؤمن ونصدق بكل ما أعلنه الله بناء على شهاداته. ويتضمن الإيمان 3 أمور، هي المعرفة والتصديق والاتكال. يعني لازم نعرف ونصدق الوحي الإلهي وشروحات الآباء ونتكل على نعمة ربنا في إيماننا. وبالتالي الكلام اللي هو قاله ده هو، فعلى سبيل المثال بيقول لابد ان احنا نعرف علشان نقتنع. ده معلمنا بولس الرسول كان بيروح للبلاد ويطرح الايمان بالمسيح، الايمان بالمسيح، فمنهم من كان يقتنع ومنهم من لم يكن يقتنع. الامر ما فيش مشكله، بس الذي اقتنع عرف. فعلشان كده بيقول يتضمن الايمان 3 أمور، هي المعرفه والتصديق والاتكال. الله أيضا ثالوث، يعني هو اتكلم عن الثالوث القدوس، فبيقول إيه؟ أن الله أظهر لنا ذاته في مخلصنا يسوع المسيح ابنه الوحيد. ده عبارة مهمة جدا أكدها لنا الآباء القديسين، أن إحنا شفنا ربنا في المسيح، احنا عايننا الاب في ابنه يسوع المسيح لما تجسد. معلمنا يوحنا الانجيلي يقول ايه؟ الذي شاهدناه، الذي رايناه، والذي سمعناه ولمسته ايدينا. كمان بيقول ان الله واحد وانه 3 أقانيم، وهي الاب والابن والروح القدس، وأن هؤلاء الأقانيم 3 متساوون في الجوهر، يعني واحد في الجوهر. إيه هو الجوهر؟ اللي هو اللاهوت، اللي هو اللاهوت. فالله 3 أقانيم. وأحب أقول لكم أن كلمة أقنوم دي كلمة آرامية قديمة، الآباء وجدوها أنسب مصطلح أو أنسب كلمة تعبر عن إيه؟ عن الوحدة، الوحدة بدون انفصال، ومع تمايز كل أقنوم.
خدتوا بالكم؟ فالله له وجود، آب له حكمة وعقل اللي هو الاب اللوغوس، وله روح. ولا هو ميت؟ لا مش ميت، هو له روح قدس كمان. فالله وجوده ممثل في اقنوم الاب، له عقل الكلمة المولودة منه، فاذا له ابن. ايه هو الابن؟ الكلمة، مش واحد تاني، لا ده كلمته هو، كلمته هو. وله روح قدس، يبقى مش معقول هنفرق التلاتة عن بعض، او التلاتة كل واحد في الاخر. عشان كده احنا بنؤمن بالترينتينيانيزم لكن لا نؤمن بالتريسيزم. ترينتينيانيزم يعني ثالوث متحد في جوهر واحد دون انفصال، وكل اقنوم له تميزه. فالله ارسل كلمته لهو مين؟ ربنا يسوع المسيح. يقول لك والكلمة صار جسدا علشان يخلصنا بدمه ويسفك على الصليب، وحل بيننا ورأينا مجده. يعني مش حكاية ان هو اتجسد بقى جسد دون لاهوت، لا ده بقى لاهوت متحد بناسوت اللي هو الكلمة، اتحدت بالجسد زي ما علمنا البابا كيرلس عمود الدين، يقول ميا فيزيس تولوجو سي ساركوميني، يعني الكلمة اتحد بالجسد أو صار جسدا. وكمان بيكمل بقى ويقول هم واحد في الجوهر. الجوهر احنا قلنا اللاهوت، يعني الآب هو الله، الابن هو الله، الروح القدس هو الله. في ناس بس اللي شغل بعض الناس وبعض المشككين في إيماننا، يقول لك ابن يبقى ليه أب. لا هو مش بمعنى كده. يعني ايه؟ هو طبعا المثل اعطاه البابا كرولس عمود الدين، قال شايفين قرص الشمس مولود منه النور او الشعاع، منبثق منه الحراره. هل هما ثلاثه متفرقين كل واحد في حته؟ لا، نحن لا نؤمن بالتريسيزم، يعني ثلاثه قد بعض، وزن بعض، شكل بعض، بس متفرقين. ده ما ينفعش. انما احنا نؤمن بالترنتي، يعني الثالوثيه. وده كان اعتراف ابائنا الشهداء قدام الحكام، يقولوا لهم انتوا بتؤمنوا بايه؟ يقولوا احنا بنؤمن بالثالوث القدوس. وبالتالي هنا برضو الارشدياكون بياكد هذه المعاني في الجمل اللي بيقولها، وبيقول كمان والثلاثه اقانيم دولت هم واحد في الجوهر لا ثلاثه الهه، لأن الابن الكلمة مولود من الآب، والروح القدس منبثق من الآب من المصدر. وأعطى تصوره، أعطى نفس المثل في الشرح بتاعه، بس أنا مش هنقول بقى نعيد الكلام. أعطى نفس المثل اللي قال بابا كرولس عمود الدين، من حيث أن الشمس تولد الشعاع. يعني الشعاع ابن الشمس، ولا هيكون جاي منين؟ بس الشعاع ده هو الشمس برضه. يعني لما الشمس تدخل البيت عندنا، الشمس داخله. خدتوا بالكم؟ اعطى نفس المثل اللي قاله البابا كيرلس عمود الدين وقاله وذكره تاني. وايضا بنلاقي ان الحراره منبثقه من قرص الشمس اللي هي الايه؟ الروح القدس، يمثل الروح القدس. بيتكلم كمان عن اهم عقيده عندنا، وهي الإيمان بالطبيعة الواحدة للمسيح. لأن نسطور وأتباعه قالوا إن المسيح اتنين، إيه؟ قال جسد ولاهوت بس منفصلين. قال لا، يبقى مين اللي خلصنا؟ الجسد لوحده ولا اللاهوت؟ مش هينفع. ده اللي خلصنا هو الطبيعة الواحدة للمسيح، لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرف عين. فيقولي الأرشدياكون وفقا للتعليم الإلهي واعتراف الآباء أن سر الاتحاد المجيد، أي اتحاد اللاهوت بالناسوت في شخص الفادي الوحيد، هو اتحاد طبيعي جوهري بدون اختلاط ولا امتزاج، منزه عن الافتراق والتغيير والاستحالة.
استحالة يعني تحول، يعني اللاهوت ما تحولش بقى إنسان، ولا الإنسان تحول بقى إله، لكن هما طبيعتين قائمين بذاتهم بس متحدين دون امتزاج ودون افتراق ودون تغيير. يعني اللاهوت ما تغيرش بقى طبيعة تانية، هو نفسه. ولذلك السيد المسيح هو طبيعة واحدة من طبيعتين من بعد الاتحاد. طبعا أنا بشجع أولادنا الخدام والخادمات والشمامسة إن هم يحفظوا التعبيرات اللي هي اللاهوتية والعقائدية دي، عايزين بقى يفكروا فيها يقروا كتب الآباء اللي شرحها، بس لابد إن احنا نحفظ التعبيرات اللاهوتية والعقائدية دي، مهمة جدا جدا في خدمتنا يا أحبائي. يكمل ويقول: منزه عن الافتراق والتغيير والاستحالة، وأنه بعد الاتحاد لا يسوغ أن يقال عن المخلص أنه ابنان أو مسيحان، ولا أنه طبيعتان، ولا نقول مشيئتان وفعلان، بل ابن واحد، رب واحد، مسيح واحد، طبيعة واحدة من طبيعتين، مشيئة واحدة من مشيئتين. شفتوا الإيمان بالطبيعة الواحدة؟ قالوا صراحة يعني كل كلمة فيه تتاقل بالذهب، هو ده الخط اللي احنا ماشيين عليه، وده الخط اللي صرح بيه البابا ديسكورس واتظلم وما تفهمش كويس، ولأجل أمور أخرى ظلم البابا بتاعنا البابا ديسكورس ونفوه وكمان اعتدوا عليه، ويعتبر شهيد الأرثوذكسية. والعجيب يا أحبائي أن كل العالم الغير خلقدوني دلوقتي بيعترف بالكلام ده اللي قاله الأرشديكون واللي كرروا عليهم حرس صاحب القداس سيدنا البابا شنودة الثالث، وأيضا يكرروا عليهم أيضا بابا تودروس، أننا لا نؤمن بالطبيعتين كنسطور، ولا نؤمن بالطبيعة الوحيدة اللي فيها امتزاج وتلاشي جسد المسيح في الطبيعة دي بتاعت أطاخي. يعني هما يقولوا لا، احنا فعلا ما بنقومش بالاتنين دول، واحنا كمان ما بنقومش بالاتنين دول، يبقى ليه نختلف ونبعد عن بعض؟ طبعا حكاية بقى الوحدة معاهم دي مشوار ومش سهل، مش حكاية بس ان احنا نتفق على يعني حرم نسطور وأطاخي، ولكن في حاجات تانية ظهرت لازم نتفق عليها، ومن أهمها نشيل الحرمات عن بعضنا علشان نقول احنا بقينا رجعنا لبعض. خدتوا بالكم ده مع الكنائس غير الخلقدونية. طيب، في الأرشدياكون وضع مفهوم للخطية، هو ايه؟ بيقول ايه؟ الخطية نوعين، أصلية وفعلية. والخطية الأصلية هي الموروثة في الطبيعة البشرية من أبينا آدم، والخطية الفعلية هي التي نرتكبها باختيارنا. الخطية الموروثة الأصلية مين خلصنا منها؟ السيد المسيح بدمه السمين، وغير طبيعتنا بقت جديدة، وخلقنا طبيعة جديدة بين على صورته ومثاله مرتين بعد ما فقدنا. طيب، الخطية اللي هي باختيارنا دي بنعترف عنها عند أبونا الكاهن. اتكلم كمان الأرشدياكون في أسس الإيمانية عن مبدأ الإيمان مع الأعمال، ودي كانت في أول عظة قالها سنة 1897 بالمدرسة الإكليريكية بكلود بي. يعني شوف، هو شاب صغير يمكن ما كملش 20 سنة ولا حاجة، ووعظ عن أهم الأسس الإيمانية ومبدأ الإيمان مع الأعمال. خدوا بالكم، في جماعات مسيحية بتنكر الأعمال دي، بتنكر الأعمال وتقول بس آمن فقط وأنت تخلص. يعني ما فيش أعمال، يعني فيش أسرار، فيش تناول، شوية صوم، صلوات، متانيات، تضرعات، نسك، تسامح، غفران، ما فيش ممارسة للأسرار اللي بتعمدنا، يعني المعمودية والتوبة والاعتراف والميرون وحاجات ليها فايدة، يعني نلغي ده كله. قال بلاش الأعمال. هم اعتمدوا على ايه أحبائي؟ اعتمدوا
على ان هم اعتقدوا بحسب بعض الايات لمعلمنا بولس ان الاعمال اللي انهى عليها عنها معلمنا بولس الرسول يبقى بلاش نعملها خالص. ولكن معلمنا بولس الرسول كان معتمد على ان بيتكلم بخصوص الاعمال الناموسيه، اعمال الناموس اللي هي حفظ السبت والاتجاه للتعييد بالاهله وايضا الختان الجسدي والحاجات اللي هي اعمال الناموس ديت. ليه؟ علشان معلمنا بولس الرسول خايف ان احنا نبقوا متهودين، يعني بقينا مسيحيين اي نعم بس واخدين كل العوايد الناموسيه معانا. والامر ده نهى عنه مجمع اورشليم سنه 54 وقال ان كل الاعمال الذي عتق وشاخ، ها، او الاعمال القديمه، وما هو قديم عتق وشاخ، اما الجديد فهو ايه؟ لمستقبل افضل اللي هو العهد الجديد. فالاعمال اللي احنا نقصدها كمسيحيين وبحسب تعليم ابائنا الرسل ايضا هي الاعمال التقويه والاسرار الكنسيه. يعني مش ابائنا الرسل كانوا بيعمدوا؟ مش برضو كانوا بياخدوا اعترافات كما جاء في اعمال 19-18 وكان المؤمنين ياتون اليهم ويقرون ويعترفون بخطاياهم؟ مش كانوا برضو بيصلوا على المريض وان كان ما احد مريض فليدعو كسوس الكنيسه ويصلوا عليه؟ ها، وصلاه البار تقتدر كثيرا في فعلها. ما ده سر مسحه المرضى وسر الميرون وضع الايادي بداله زيت الميرون، واللي ظهر على طول في اواخر او منتصف القرن الثاني الميلادي الميرون اللي هو زيت الميرون، لان الاباء الرسل اتنيحوا وابائنا الاساقفه لقوا شعب كتير في اماكن كتيره فعملوا الميرون المقدس بديل عن وضع اليد اللي يعتبر بره من اختصاص الاب البطريرك والاب الاسقف. وضع اليد بديل عن الميرون، لكن علشان الشعب الكتير عملوا الميرون من بقايا الاطياب اللي كانت على جسد ربنا يسوع المسيح في الدفن بتاعه. فهنا نحن نؤمن بالايمان مع اعمال. ايه هي الاعمال؟ معلمنا بولس الرسول يقول حفزوا بعضيكم ان كنتوا تعملوا الاعمال الحسن. معلمنا يوحنا الانجيلي قال الاعمال ديت هي المحبه اللي هي ذات جناحين، حب الله في الاسرار والتكريس لي وحب القريب. خدتوا بالكم؟ انما مش اعمال الناموس. وغيرنا فكر ان الاعمال ديت هي اعمال الناموس فاحنا ما نجيش ناحيتها بحسب تعليم بولس، لكن ده اي نعم صح لالا نبقى متهودين، يعني مسيحيين وجارين معانا العوايد العهد القديم. طب ما هي الذبيحه بقت في العهد القديم الذبيحه بقت ذبيحه المسيح، يعني الحيوانيه هنمشي مثلا بالذبيحه الحيوانيه، او مثلا نقول ان الخلاص هو بالختان كما كان في العهد القديم؟ لا، الخلاص بدم المسيح، مش كده برضو؟ فهنا اللبس او الفهم الخاطئ عند بعض الجماعات المسيحيه التي تنكر الاعمال بجوار الايمان، رغم ان معلمنا يعقوب الرسول يقول ايمان بدون اعمال ميت. اعمال العهد الجديد من المحبه، ممارسه الاسرار، الاعتراف، وايضا الميطانيات والصلوات والاصوام. شوفوا بقى الارشدياكون يقول ايه في الموضوع ده. هو ليس كل من اتخذ اسم المسيح صار مسيحيا، لان الايمان بدون اعمال ميت، فيكون كالشجرة التي بلا ثمر. ولهذا يقول القديس يوحنا ذهبي الفم، كما أن الذين يبذرون زرعهم لا ينتفعون منه بشيء، إذا بذر على قارعة الطريق هكذا نحن لا نستفيد شيئا. إذا لقبنا بمسيحيين ونحن لم نفعل أفعال توافق وتناسب بهذا تسميتنا بهذا الاسم كمسيحيين. ده الأرشدياكون هو اللي جاب القول ده بجوار كلامه. طب ايه حكاية قيامة الأجساد؟ يتكلم عن الأرشدياكون، لأن دي كانت فكر منحرف عند بعض الجماعات من الصدوقيين عند اليهود وعند اليونانيين أيضا، لأن هم بيؤمنوا لما الإنسان يموت روحه تسكن في إنسان تاني. وهيرودس الأنتيباس ابن هيرودس الكبير كان بيؤمن
بالغنوصية ديت أو الفكر ده، اعتقد أن المسيح دخل في روح يوحنا المعمدان لهذا تعمل به القوات، عشان كده بيعمل معجزات. فلما المسيح راح له يتحاكم قدامه، فهو هيرودس يقول له ايه؟ أرني آية. المسيح ما ردش عليه خالص. أرني آية، وأنت فاكرني يعني، أنت فاكر الفكر اللي في دماغك الغنوسي اليوناني الهليني ده يعني صح؟ لا، ما فيش روح بتدخل في روح تاني أو تلبس جسد إنسان تاني خالص. ده فكر يعني أبوكريفي، مخادع، أساطيري بتاعت اليونان. الجماعة الحضارة اليونانية كلها خلزعبلات وخرافات. طب إيه قيامة الأجساد؟ يعني إيه قيامة الأجساد؟ يعني كلنا هنقوم في لحظة في طرفة عين وننتقل إلى المجد الأبدي. يعني لنا قيامة، لنا قيامة، وإحنا صلاة الراقدين كلها بتؤكد قيامة الجسد، إن في قيامة. عشان كده اللي كانوا بينكروا القيامة كانوا بينكروا الأبدية، وكانوا بينكروا إن في قديسين وملائكة. فيقول إيه الأرشدياكون؟ قيامة الأجساد حقيقة من الحقائق الكبرى التي تنتظرها نفوسنا، إذ هي قاعدة إيماننا ورجائنا. وكما يقول معلمنا بولس، فإن لم تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قام، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم. دي في كورنثوس الأولى 15. نشوف الأرشدياكون بيأكد على حقائق هامة جدا كقانون أو كاتشيزم أو كريد لإيماننا المسيح، لإيماننا المسيح. بيتكلم عن دوام البتولية للست العذراء مريم. كل سنة طيبين، لأن الأرشدياكون حبيب جرجس تنيح في ليلة العذراء مريم. فلذلك بيعيدوا بكرة، لأنه اتنيح في اليوم السابق على طول لنياحة العذراء مريم. فإيه بيقول الأرشدياكون عن دوام البتولية؟ أن الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية منذ الابتداء إلى الآن تعترف وتعلم وفقا للتعاليم الإلهية أن القديسة العذراء مريم الكلية الطهر والعفة استمرت بتولا قبل الولادة وحين الولادة وبعد الولادة، وتسمى منذ الابتداء أو ابتداء الكنيسة والدة الإله، بما أن المولود منها هو السيد المسيح ابن الله الكلمة المتأنس. لأن ده كلام الملاك غبريال، ستحبلين وتلدين ابن الله، ابن الله عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. فبما أن المسيح طبيعة واحدة، حتى لما أخذ لنفسه جسدا خاصا في أحشاء السيدة العذراء مريم، فالمولود هذا هو المولود ابن الله، مولاهوت متحد مع ناسوت دون امتزاج، دون افتراق، دون استحالة، دون تشويش، دون تغيير، دون تبديل. يعني ما فيش اللاهوت ما خدش دور الجسد، ولا الجسد أخذ دور اللاهوت كمان. فيبقى إذن هو العذراء مريم، لأن هي الأم الحاضنة، هي ما أعطتلوش اللاهوت، ده أعطتله بس من جسدها ودمها، فهي الأم. علشان كده بنشوفها في الأيقونة محتضناء، وبنشوف كمان ثلاث نجمات على رأسها وكتفها اليمين والأيسر، بتدل على أنها بتولى قبل ميلادها للمسيح وأثناء وبعد. طيب التقليد الكنسي ده مهم، لأن في جماعات مسيحية بتنكر علينا أن احنا نحفظ التقليد الكنسي. إيه هو التقليد الكنسي؟ زي الطقوس، القداس، الأسرار، المناسبات اللي بنعملها، دي تقليد احنا مستلمين. الفكر الإيماني ما هو برضو مستلمين. بيقول إيه؟ قال القديس باسيليوس الكبير أن الكنيسة فضلا عن عقائدها وتعاليمها المكتوبة تحفظ ما تسلمته من تقليد الرسل سرا. وبيقصد لنا ايه؟ اسرار. ده مين اللي بيقول كمان؟ باسيليوس الكبير، ان في اسرار.
تحفظ سرا من أي كتابة أخذنا هذا كله. أليس من هذا التعليم السري غير المشاع الذي حفظه آباءنا بصمت خالي من البحث والاستقصاء استعلموا حسنا أن يحفظوا الأسرار الموقرة اللي هي الايه؟ أسرار السبع بصمت، لأنه كيف يليق أن يباح بالكتابة تعليم الأشياء التي لا يسمح لغير كاتميها أن ينظروا إليها؟ أصل خدوا بالكم يا أحبائي، الأسرار السبع ديت يعني إيه كلمة سر؟ سر المعمود يعني إيه كلمة سر؟ هل معناها إن أنا بجيب واحد وأقول له كلمة في سره؟ لا، دي كلمة سر هنا ساكرمنت أو منستري أو ميستيريون باليوناني، معناها إن روح الله القدوس بيحل على شيء منظور قدام عينين، لكن احنا مش شايفين روح الله وبتحل. في اباء قديسين شافوه، ربنا سمح ان يشوفوا حلول الروح القدس على مثلا الخبز والخمر، مثلا على المولود هو بيتعمد، على الشخص هو بيترسم كاهن، سر الكهنوت، على حتى الاثنين اللي العرتان اللي بيتجوزوا ويبقوا جسد واحد. الروح القدس بيحل يعني سرا بطريقه مخفيه، عشان كده هو اسمه ميستيريون باليوناني، يعني بطريقة مخفية. طب مين الأبائنا لما حفظوا التحول السرائري للخبز وعصير الكرم ليكون جسد دم المسيح؟ هل الناس اللي بره الغرب هيفهموا النقطة دي ان ده جسد المسيح ودمه؟ فعلشان كده القديس باسيليوس بيقول ايه؟ بيقول تعلموا حسنا ان يحفظوا الأسرار الموقرة بصمت، لأن مفيش حد هيفهمها إلا هم. طيب أهمية التسبيح الكنسي اتكلم عنه الأرشدياكون، بيقول الترنيم من أفعل الوسائل لإنعاش الروح وللأنغام تأثير شديد على النفس. قال المرنم: هلما نرنم للرب، نهتف لصخرة خلاصنا، نتقدم أمامه بحمد وبترنيمات نهتف له. مزمور 95. ويقول اللي ذكر بقى، بيقول ان القديس باسيليوس بيقول ان الترنيم هو هدوء النفس وراحة الروح وسلطان السلام، يسكن الأمواج ويسكت عواصف حركات قلوبنا، ويخمد هيجان المتهيجين، ويطرد الأرواح الشريرة، ويحرك أوتار القلب. ده التسبيح الكنسي. ولذلك أي واحد فيه روح نجس أول ما يسمع الألحان بس في القداس التسبيح ما يحتملش، خدتوا بالكم؟ ما يقدرش يحتمل، لأن التسبيح هو تسبيح لله وتسبيح أيضا للقديسين اللي بنتشفع بيهم. بيكلم كمان عن الكهنوت وبيعرفه، بيقول الكاهن عامل مع الله، دي كلمة قوية جدا، لأن هو بياخد من كلام معلمنا بولس الرسول في الرسائل، وبيسمي نفسه أنه هو خادم أو الكهنة وكلاء، وكلاء سرائر الله، يعني هما اللي بيقوموا بالأسرار، يعني ليتورجيين. ولذلك كلمة خادم بالنسبة للكاهن في العهد الجديد مش معناها خادم كده وخلاص، لا، ده كلمة عربي يعني مترجمة، ترجمة ضعيفة، لكن الأساس في الكلمة اسمها ليتورجيك، يعني خاص بخدمة الله فقط هو والملائكة، يعني الذي يخدم الله اثنين، الكاهن والملائكة، دول خدام الله، عشان كده بيطلق عليهم ليتورجيين، وأن الملائكة خدام لهيب، خدام لهيب. فلو بحثنا في كلمة خدام ديت لترجيين، إنما في 8 مصطلحات لكلمة الخادم. في خادم السربي يعني خادم للشفاء، في خادم للفلوبونيون لأصحاب اللي بيعمل أعمال شاقة في الخدمة، وهكذا. في 8 مصطلحات في العهد الجديد عن كلمة خادم، كلهم مترجمين خادم، إنما لا تفرق من ناحية
المصطلح اليوناني، تعرف قدر وقيمة الكهنوت، قدر وقيمة الايه، كان بيخدم الله بس هو والملائكة، الملائكة خدام لهيب ايه تلتهب. تتكلم عن الرهبنة ووصفها، وقال الرهبنة نظاما يضم أشخاصا راغبين في التقوى والكمال واتباع خطوات السيد المسيح تحت أمر رئيس يخضعون له ويتعهدون بحفظ العفة الدائمة والفقر الاختياري والطاعة التامة، اللي هما التلات أسس بتوع الإيه؟ الحياة الرهبانية. اتكلم كمان عن سر التوبة والاعتراف، وقال سر التوبة هو سر مقدس به يرجع الخاطئ إلى الله ويتصالح معه باعترافه بخطاياه أمام كاهن الله ليحصل على حل منه بالسلطان المعطى له من الرب يسوع. وبعدين ذكر بقى، قال ان تورتليانوس العلامة بيسمي سر التوبة والاعتراف حلا للخطايا وميناء ثانية بعد الغرق، القديس إرينيوس يسميه اعترافا، القديس أغسطينس يسميه مصالحة، مجمع كارتاجنة المنعقد في أواخر القرن الرابع الميلادي يسمي التوبة والاعتراف إن معمودية ثانية. الصلاة بيعرف الصلاة هي إيه، بيقول الكلام كتير قوي، أنا اخترت شوية بس يعني صفحتين أو صفحة ونص، بيقول الصلاة هي إيه، دي دليل إن هو كان إيه رجل مصلي وعاش الصلاة واختبرها. فبيقول الصلاة هي رفع القلب إلى الله وسكب النفس أمامه، هي محادثة ومفاوضة ومعاشرة وشركة، هي سيف الروح وقوة النفس، أم الفضائل ووالدة كل شعور حي، منبع النعمة، مصدر البركات، سياج لكل فضيلة، هي حفاظ للقناعة، لجام للغضب، خفض للروح المتكبر، لواء للمقاتل، نصر للمجاهد، ملجأ للأمين، خاتم للبتولية وزمام للزيجة، مرشد للسائحين، دليل للمسافرين، حارس للراقدين، ثروة للفقراء، وقوة للضعفاء، وعزاء للمكتئبين، وحصن أمين للمتضايقين، وشفيع للمذنبين، تجعل للمؤمنين نصيبا بخيرات الملكوت، تحطم قوة الشيطان، وتكسر سلاسل الخطية، وتحل قيود الشر. ده لسه كمان فاضل صفحة تانية بيوصف فيها الصلاة. أنا شايف إن إحنا برضو بنمتلك كاتشيزم عند الأرشدياكون حبيب جرجس، قوانين إيمانية وأسس ومعرفة وتوصيف ووضع نقط على الحروف صريحة، ما فيش شيء يحتمل الإيه احتمالين. لا، شفاعة القديسين اتكلم عنها وقالها ووصفها بالظبط، أن الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية قد تسلمت منذ ابتداء تبعا للتعاليم الإلهية أن تكرم جيش الشهداء والقديسين وتؤدي لهم الإكرام اللائق محب الله ومجاهدين على اسم القدوس، ولذلك يطلب المؤمنون في صلواتهم صلوات وشفاعة القديسين الجزيل برهم. كان بقى اتكلم عن بس بطريقة ضمنية مش مكشوفة قوي، عن ايه؟ عن المثلية. ايه هي المثلية؟ زواج من نوع واحد. طب الحياة هتمتد ازاي؟ يعني هنجيب العيال منين؟ يعني الحياة والنسل يمتد ازاي؟ خدتوا بالكم؟ يبقى النسل هيمتد ازاي؟ شوفوا بقى بيقول ايه في المثلية، او يعني بما يعني يشير الى ان ده غلط. بيقول ايه؟ يجب على الكنيسة ان تعني بالأسرة كل العناية، الحي يفنى ولكن الحياة تبقى. يعني الإنسان حيفنى بس الحياة إيه حتبقى. إزاي؟ بالجواز من مختلفي النوع، رجل وامرأة، مش كده برضو؟
لأنه منذ البدء خلقهما رجلا وأنثى، ويكون ليس بعد اثنين بل جسد واحد، لأن الذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. فهو بيقول الحي يبقى ولكن الحي يفنى، ولكن الحياة تبقى ولا تبقى إلا بالعائلة، لأن العائلة خلية المجتمع، والخلية بتتكاثر. هتتكاثر إزاي؟ من نوع واحد؟ لا، دي محاربة صريحة للمثلية، وكأنه يتنبأ عن الحال اللي احنا فيه واللي بيحصل في بعض الدول المتقدمة وللأسف كبير، وبيقننوها وبيحموها، واللي يتكلم عليه يسجنوه. علشان كده يا أحبائي لازم نصلي، لازم نصلي من أجل أن ربنا يرحمنا ويرحم العالم من أفكار عدو الخير. وخدوا بالكم من أولادكم. بيتكلم عن بقى إيه؟ قدسية الزواج. يقول احترام قدسية ناموس الزواج الذي سنه الله منذ البدء ورفعه مخلصنا يسوع المسيح إلى مقام السر. الكلام ليه معنى، يعني مش حكاية اتنين نعمل لهم عقد وخلاص، لا، ده الاتنين دولت بيبقوا واحد بالسر. رفعه مخلصنا يسوع إلى مقام السر اللي هو الساكرمنت ميستيريون، يحل الروح القدس على الاثنين يطلعوا يبقوا واحد. فيجب على الكهنة والوعاظ أن يكسروا من إلقاء التعاليم في هذا الشأن وخضوعا لأمر الله. وخضوعا إيه؟ لأمر الله. طيب، عن القداس والطقوس بيقول إيه؟ بيعرفها إزاي؟ بيقول بما أن الإنسان مؤلف من روح وجسد، فوجب أن تكون العبادة لله بالروح والجسد. والعبادة بالروح هي العبادة الباطنية، يعني نتواصل مع ربنا بالروح، وهي الأصل. أما العبادة بالجسد فهي الظاهرة التابعة للروح اللي هي الطقوس. تدخل الكنيسة الطقس يقول اسجد قدام الهيكل وقول المزمور، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد لك بمخافتك. وكمان نصلي في طقس العشية، في طقس باكر، في رفع الحمل، في القراءات، في الوعظة بعد الإنجيل، في العمق الليتورجية، ونطق الأب الكاهن وشكر وقدس وبارك، واستدعاء الروح القدس يحل الايه الخبز الجسد المسيح وعصير الكرمل دم المسيح حلولا سرائريا. وبالتالي ليه طقوس، فبيقول الجسد بيشترك مع الروح في الطقوس، منطوع الجسد للطقوس، نسجد وننحني ونرشم الصليب. على فكرة هو اتكلم عن رشم الصليب، بس ضعفي يكتفي بهذه الكلمات. لربنا كل مجد دائما أبديا آمين. كل سنة وانتم طيبين ودائما بخير، واحنا بنقدم شكرنا الجزيل لحضرة صاحب النيافة سيدنا الأنبا أرميا رئيس المركز الثقافي القبطي، وأيضا قناة ميسات الذي أرسل القناة مشكورة لتنقل لنا عشية عيد الأرشدياكون حبيب جرجس. وغدا أيضا القداس الإلهي سيكون رفع الحمل من الساعة 8 صباحا. لربنا كل مجد دائما أبديا آمين. الكشافة نحييها جامد، ولسه الكورال دلوقتي هنسمعه. متشكرين. ده هذا الإقليم أوهبه للآباء الكهنة وليكم أنتوا والخدامنا وخادماتنا، ربنا يبارككم ويعوضهم كل الخير. طيب هنقعد نسمع الكورال بقى أولادنا. طيب شكرا.